السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مهندسين ايه، مفيش حد ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام يا دكتور. ازيكم يا شباب؟ ايه انتوا فين يا عم؟ موجودين بس كان في سيكشن دلوقتي لسه خلصان. برضو يعني في الفيس تو فيس وفي الاونلاين متأخرين. طب ايه، نستنى شوية يعني ولا نبدأ ولا ايه؟ لا لا، ممكن نبتدي على طول، والليكشر كده كده متسجله يعني، ولسه في ناس بتخش. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفيرست لو اوف ثيرموداينامك للكلوز سيستم. احنا خلصنا الكلوز سيستم خلاص، واتكلمنا سواء كان الوركنج فلويد اللي فيه فيز تشينج ماتر اللي هي ميه او فيكون، او هو كان غاز، وازاي بنحدد الخصائص من الجداول لو هي ميه او فريون، ومن الايكويشن لو هي غازات، وحللنا مسائل على ده وده. النهارده هنتكلم عن الاوبن سيستم. فكان ايه الفرق الاساسي بين الاوبن والكلوز سيستم يا جماعه؟ حد فاكر؟ الكتلة واحدة الكتلة بتتغير فيه، والتانية الكتلة بتكون ثابتة. تمام كده، ان الماس في الكلوز سيستم ثابته ما بتتغيرش، دي كتله ثابته جواه، ممكن تسخن، ضغطها يزيد، حجمها يزيد، لكن كتله ثابته ما بتتغيرش، مفيش ماس ان ولا ماس اوت. بالنسبه للاوبن سيستم بقى، لا، بيبقى فيه فلو اوف ماس تدفق للكتله. واحنا بنعبر عن تدفق الكتله ده بحاجتين يا جماعه، يا اما الماس فلو ريت او الفوليوم فلو ريت، معدل التدفق الكتلي ككتله يعني، او معدل التدفق الحجمي. الماس فلو ريت بنسميها ام دوت زي ما انتوا عارفين، واي فلو ماشي جوه بايب او جوه تشانل بتبقى الام دوت، الماس فلو ريت الرو في الفي في الاي. الرو دي اللي هي الدنسيتي، في الفي اللي هي سرعه التدفق اللي احنا سميناها سي بقى، في الاريا اللي هي الكروس سكشن اريا بتاعت مقطع التدفق. يعني لو هي باي بتبقى سيركل مثلا، يبقى باي على 4 دي سكوير، الاريا بتاعت الدايره او الماسوره اللي بيمشي فيها بتاعه. اذا عشان احدد الماس فلو ريت هي الدنسيتي في الفلوستي في الاريا، وحصل ضرب الفلوستي في الاريا ده بيديني الفوليوم فلو ريت، لان الاريا متر مربع والفلوستي متر على الثانيه، بقت متر مكعب لكل ثانيه. متر مكعب لكل ثانيه بقت فوليوم فلو ريت اللي هي في دوت. لما اضربه في الدنسيتي اللي هي كيلو جرام لكل متر مكعب، تديني كيلو جرام بير سكند اللي هي الماس فلو ريت. اذا الام دوت هي رو في اي، رو الدنسيتي، في السرعه في الاي، والفي دي يا جماعه بتبقى الافريج فلوستي، لان احنا الفلو جوه البايب تبقى الفلوستي مش ثابته جوه البايب، بتتغير على حسب مكان التدفق، فاحنا بناخد الافريج فلوستي.
والام دوت بتساوي الرو في الفي دوت. طبعا احنا اتفقنا ان احنا السيرمو ما بنستخدمش الدنسي، بنستخدم الانفرس بتاعها مقلوبها اللي هي السبيسيفيك فوليوم. يبقى الفي دوت على يبقى الام دوت هي الفوليوم فلوريت على الحجم النوعي اللي احنا بنجيبه من الجداول ده. والفوليوم فلوريت زي ما اتفقنا هو الفلوستي في الاري. يبقى انت بتعبر عن الماس فلوريت تدفق الكتله، اسف، الفلوريت عموما، يا اما ماس فلوريت بكيلو جرام بير سكند اللي هي الام دوت، يا اما فوليوم فلوريت اللي هي متر مكعب بير سكند اللي هي الفي دوت. بالنسبه للاوبن سيستم بقى بتاعنا بيبقى منظومه في ماس ان وماس اوت زي ما اتفقنا، وده الفرق بينه وبين الكلوز. في نوعين من الاوبن سيستم، في بيسموه ستيدي فلو وان ستيدي فلو. ايه الفرق بينهم؟ الستيدي فلو اللي ماس ان بتساوي الماس اوت بيسموه التدفق المنتظم، ان السيستم بتاع الكتله اللي بتخش له الكتله اللي بتخرج بالظبط. ماس ان سمشن ماس ان بتساوي سمشن ماس اوت، سواء كان في اكثر من مدخل او اكثر من مخرج. يعني لو السيستم اللي قدامنا ده في ماس 1 وماس 2، ماس 1 ب 2 كيلو جرام وماس 2 ب 3 كيلو جرام، يبقى مجموعهم 5. لو ده ستيدي فلو لازم يخرج 5، يبقى ام سي تخرج هنا لازم تكون مجموعهم. في الحاله دي ده بنطلق عليه اوبن سيستم ستيدي فلو او ستيدي فلو اوبن سيستم. ان ستيدي بقى، وده يعني مش عارف لسه ما خدتش قرار كنت هناخده المحاضره الجايه ولا نخش في اللي بعده، لسه مش عارف لان نقطه قليله قوي، اللي هي الماس ان ما بتساويش الماس اوت. ممكن تكون الماس ان اكبر او الماس ان اقل من الاول، ساعتها بيسموه الان ستيدي فلو. بس احنا معظم الطبقات الهندسيه بتاعتنا ستيدي فلو سيستم، الماس ان ايكوال الماس اوت. اتفضل دكتور. معلش، هو السلايد اللي قبلها كانت الفي دي اللي هي الفيلوسيتي، الفي افريج دي اللي هي الفيلوسيتي، الفلوستي اللي احنا نسميها سي بقى. تمام. طب وافريج دي معناها ايه؟ افريج اللي قلنا المتوسطه. ليه؟ لان جوه البايب سرعه الفلو جوه الماسوره ما بتبقاش ثابته، بتتغير حسب، لو انا جنب الجدار تبقى سرعه قليله قوي، وكل ما اقرب من السنتر بتاع البايب كل ما السرعه تزيد. فبالتالي فبالتالي في فلوس ديستريبيوشن. وان شاء الله يعني انتوا خدتوا فلويد ولا لسه؟ اخدنا فلويد. طيب المفروض خدتوا الحاجات دي فلويد. المفروض الفلو جوه البايب في فلوس ديستريبيوشن، الفلوستي مش ثابته جوه البايب. فبالتالي انا لما اجي احسب الماس فلوريت اخد انهي فلوستي من دول؟ ما في اكتر من فلوستي، ايه؟ في اكتر من سرعه. المتوسط بتاعهم. وناخد المتوسط بتاعها اللي هي الافريج فلوستي، ودي اللي احنا بنقيسها باي فلوستي ميتر. يعني اي جهاز يقيس السرعه بيديني الافريج فلوستي. اوكي؟ تمام. تمام. فاحنا قلنا هنشتغل على الستيدي فلو اوبن سيستم، وده معظم التطبيقات الهندسيه بتكون ستيدي فلو، الماس ان بتساوي الماس اوت زي ما هنشوف. اوكي؟ تمام. عايزين نطبق بقى الفيرست لو على الاوبن سيستم. انا عندي السيستم الاوبن بيبقى فيه ماس ان وماس اوت، وادام هي بتتحرك ما بتبقاش ام، تبقى ام دوت، لازم تكون كيلو جرام بير سكند، انها فيها فلو. يعني انا مثلا لو فتحت لك الحنفيه بتاعت الميه وقلت لك قول لي الحنفيه دي بتنزل كميه ميه قد ايه، ينفع تقول لي 5 كيلو جرام كده وتسكت؟ لا يا دكتور، لا ما ينفعش. لازم تقول لي دي بتنزل مثلا 5 كيلو جرام كل ثانيه، 10 كيلو جرام كل دقيقه. لازم ادام الكتله اتحركت لازم تنسبها للزمن. فبقت الماس في الاوبن سيستم ماس فلوريت ام دوت كيلو جرام بير سكند. لو طبقنا الفيرست لو بقى اللي احنا عارفينه ان الكيو ناقص الورك بتساوي الام دلتا يو، هتبقى ام دوت بقى يو 2 ناقص 1، يو 2 اللي عند المخرج ويو 1 عند المدخل، بلس ام دوت سكوير ماينس سي 1 سكوير على 2000 اللي هي الكاينتيك بلس البوتنشال. قالوا لنا بقى في الاوبن سيستم في طاقه جديده بتزيد ما كانتش موجوده في الكلوز سيستم. الطاقه دي يا جماعه ظهرت نتيجه لسريان الكتله، نتيجه لحركه الكتله دي اللي احنا كنا بنسميها لو انرجي، طاقه التدفق اللي هي حاصل ضرب البريشر في الفوليوم. فبقى في عندي، اسف، دي بي 2 ناقص بي 1 يا جماعه، مش 2 برضه، بي 1 دي. خلاص؟ انا هعدلها قبل ما انزل لكم المحاضره. بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1. فبالتالي مع الاوبن سيستم بقت طاقه المنظومه اللي هم الثلاثه الانترنال والكاينتيك والبوتنشال ظهرت معاهم طاقه رابعه
اللي هي الفلو انرجي، تغير في الفلو انرجي ام دوت في بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1. وده بقى صيغه القانون الاول للديناميكا الحراريه للاوبن. يبقى الفرق الوحيد بين الاوبن والكلوز الطاقه الجديده دي اللي ظهرت دي، بالاضافه طبعا ان انت استخدمت الماس كماس فلوريد كيلو جرام بير سكند. اتفقنا؟ تمام يا دكتور. تمام. الراجل بس عشان حابب يسهل الموضوع شويه قال ان احنا لما جينا عرفنا الانصال اتش، مش الاتش ده عباره عن اليو زائد البي في الفي؟ قال خلاص طب ما نجمع اليو 2 زائد بي 2 في 2 ونسميها اتش 2، ويو 1 زائد بي 1 في 1 ونسميها اتش 1. وبقى القانون بقى كيو ناقص الورك ام دلتا اتش. دلتا اتش دي اللي جمعت الدلتا يو بلس الدلتا في البي في الفي، جمعهم مع بعض وصممت طاقه جديده اللي هي الدلتا اتش بلس الكاينتيك بلس البوتنشال. وبقت دي الصيغه بقى اللي احنا نستخدمها للفيرست لو ثيرموداينامكس للاوبن سيستم، ان كيو بلس الورك ام دلتا اتش بلس دلتا كاينتيك بلس دلتا بوتنشال. يبقى الفرق الوحيد دلوقتي بين الفيرست لو للكلوز سيستم والاوبن سيستم ان بدل في الفيرست لو مكان دلتا يو، في الاوبن سيستم بقى دلتا اتش اللي حاصل جمع الانترنال بلس الفلو انرجي. وده في صورة الريت فورم اللي هي التوتال فورم. ولو هشتغل من غير ماس بس من ايه القانون كله عندي زي ما اتفقنا. في حد عنده سؤال في الجامعة؟ ماشي. يبقى الفرق الوحيد بين الكلوز والاوبن سيستم بدل ما ام دلتا يو بقت ام دلتا ام دوت في دلتا اتش. تطبيقات بقى دكتور مش دوت، معلش يا دكتور بس هي مش دوت دي يعني بير سكند بير سكند ريت بقت مقسم على الماس هتبقى كيو سمول بس دوت برضه ان هي بير سكند. لا انا بقسم على الماس فلوريت بقسم على الام دوت. تمام بس معناها هنا ما بقاش عندي ماس، هنا بقى عندي كله ام دوت، ما فيش ماس هنا، في ماس فلوريت. ايوه فبقسم على الماس فلوريت على كلها على بعضها يعني. تمام. اوكي؟ تمام. تطبيقات بقى الايه الاوبن سيستم تطبيقات محدوده ومعروفه واحنا هتبقى تطبيقات ثابته ما بتتغيرش غير الكلوز سيستم. في الاوبن سيستم اشهر تطبيقات ليه حاجه اسمها النوزل والديفيوزر. يا سمعت عن النوزل والديفيوزر قبل كده؟ المفروض الناس هتقول سمعنا عن النوزل والديفيوزر. لا طيب هقول عنهم الاثنين اهو. النوزل دي ديفايس بتزود السرعه ان الفلو اريا بتقل زي ما انت شايف كده، دي بيسموها الكونفرجن نازل. ايوه لازم تكون سمعتهم في الفلويد الاثنين، هنفكركم بيهم. قلنا النوزل دي ديفايس بتستخدم عشان تزود السرعه نتيجه ان الفلو اريا بتقل، هي ماسوره متقاربه او قطرها بيقل، فبالتالي مع انخفاض الاريا السرعه بتزيد. الديفيوزر عكس النوزل بقى، الديفيوزر الفلو اريا فيه بتزيد فالسرعه بيحصل لها ايه؟ ها؟ بتقل. بتقل. يبقى انا عندي النوزل والديفيوزر دول تو ديفايس عكس بعض، واحد بيستخدم لزيادة السرعة، واحد تاني بيستخدم لخفض السرعة. طب السؤال هنا، هل open system ولا close؟ open system. ليه open system؟ عشان في mass in وفي mass out. بس كده. طب steady ولا unsteady؟ steady. steady لان الماس in لازم تخرج، لان مفيش مكان تقعد فيه جوه، فالماس in لازم تخرج، نفس الكتلة هي بالظبط، فبيسموه ستيدي فلو اوبن سيستم سواء كان النوزل او الديفيوزر، فاقدر اطبق عليه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بتاعي. برضه نفس الكلام في التربين والكمبريسورز. سمعت عن التربينه؟ سمعت عن التربينه السد العالي؟ جميل. التربينه دي ديفايس اهي بتستخدم عشان تجنريت الورك، بدخل لها ان الفلويد بتاعي بطاقه عاليه سواء بقى دي بريشر عالي او ضغط حراره عاليه او كاينتيك او سرعه عاليه او بوتنشال عالي، تاخد الطاقه دي تحولها للميكانيكال ورك الاكس بتاعها يدور فتطلع لي الطاقه بتاعت الفلويد دي بصوره شغل، وبعدين يطلع الفلويد بتاعي ات لو بريشر لان انا خدت الطاقه اللي فيه ديت طلعتها بصوره ورك. طب السيستم ده اوبن ولا اوبن سيستم؟ اوبن لان في ماس ان وماس اوت، وبرضه بتدي فلو لان مفيش احتماليه تغذيه طاقه كتله جوه، لازم اللي يخش يخرج، هي عمليه تحويل طاقه بس من صوره لاخرى، لكن الماس ان تبقى الماس اوت. اذا التربينه هي ديفايس
بتستخدم لتحويل الفلويد انرجي، الطاقه بتاعت الفلويد لميكانيكال انرجي، ويعتبر اوبن سيستم لان فيها ماس ان وماس اوت وستيدي فلو لان الماس ان قد ماس اوت. عكسها بالظبط الكمبريسور يا جماعه، الكمبريسور او هو البامب يعني. الستيم تربين يا دكتور اللي بيخش ستيم وبيطلع ميه او العكس؟ بص لا، الستيم تيربن بيخش ستيم ويخرج ستيم برضه، بس بيطلع ستيم ات لو بريشر لو تمبريتشر. تمام. اوكي، ممكن يكون بيسموها الهيدروليك تيربن، في تيربن تاني بيسموها هيدروليك تيربن، بيخش ليكويد ويطلع ليكويد زي تربينات السد العالي كده، بنت السد العالي بيخش لها الميه من السد ليكويد ووتر وتخرج ليكويد ووتر، دي ساعتها يسموها ايه، ووتر تيربن او هيدروليك تيربن. طب لو اللي داخل لها هواء وخارج منها هواء بضغط عالي برضه ضغط عليها بيسموها جهاز تيربن، حسب الفلويد اللي ماشي جواها بيسموها الفلويد اللي ماشي جواها، لو اللي ماشي ستيم بيسموها ستيم تيربن، لو غاز زي الهواء بيسموها جهاز تيربن، لو ليكويد بيسموها هيدروليك تيربن. اوكي تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. بالنسبه للكمبريسور بقى، الكمبريسور هو عكس التربينه. ليه؟ التربين تخش لها هاي بريشر يعني الفلويد هاي انرجي، بتاخد الانرجي تطلعها لوك وبعدين يطلع الفلويد لو انرجي، لان انا خدت الانرجي حولتها لسوليد وورك. الكمبريسور العكس بقى، بيخش له الفلويد لو انرجي بريشر قليل ودرجه حراره قليله، واديله انا وورك، انا اللي بدي الكمبريسور وورك عشان يطلع لي الفلويد بتاعي هاي بريشر هاي تمبريتشر هاي انرجي، عشان الكمبريسور بيستخدم ضغط يرفع الضغط، صح كده؟ فبالتالي الكمبريسور هو ديفايس بتشتغل عكس التربينه، بياخد شغل مش بيطلع شغل، وبيرفع الطاقه بتاعت الفلويد والتربينه بتقللها. طب يعتبر اوبن سيستم ولا لا؟ اوبن، ان في ماس ان وماس اوت وستيدي فلو برضو، لان الفلو ان بتساوي الفلو اوت. اذا برضو عندي تو ديفايس عكس بعض اللي هي التربين والكمبريسور. الكمبريسور ده يا جماعه في منه ممكن يكون بامب، ايه الفرق بين البامب والكمبريسور؟ حد يعرف؟ البامب بترفع الانرجي مظبوط، والكمبريسور بتديها بيرفع انرجي ف الانرجي. اه ايوه، بس البامب بيتعامل مع الليكويد، مع الميه بس او الزيت بس، ليكويد الماده بتاعتي بصوره ليكويد، لكن الكمبريسور بيستخدم لرفع ضغط الغازات الجازس. يبقى البامب والكمبريسور ليهم نفس طريقه العمل بالظبط، بتاخد ورك عشان ترفع الانرجي ترفع الضغط، تمام؟ بس عشان ارفع الضغط بستخدم البامب للليكويد والكمبريسور للغازات، هو ده الفرق الوحيد. ما ينفعش استخدم بامب للغازات وما ينفعش استخدم كومبريسور للليكويد. اوكي، تمام يبقى يا دكتور. الديفايس لو بتستخدم لرفع ضغط الليكويد بتطلق عليها بامب، لو الديفايس بتستخدم لرفع ضغط الغازات بيطلق عليها كومبريسور. تمام، اذا يبقى الكمبريسور او البامبس او الفانز كلهم نفس نظريه العمل. معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. هستأذنكم بس نص دقيقه بس بسرعه.
يا شباب معلش انا اسف. ولا معايا يهمك كده شباب؟ ولا يهمك كده. نرجع تاني. يبقى احنا قلنا يا جماعه تطبيقات الاوبن سيستم عندنا يا اما النوزل والديفيوزر يا اما التيربن والكمبريسور. في تطبيق تاني شهير قوي الاوبن سيستم اللي هو الثروتلينج فالف، المحابس. خدتوا انتوا المحابس الفلويد صح؟ الفالفز سمعت عنها ولا لا؟ معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. تمام. الثروتلينج فالف ده زي محبس الماء اللي عندنا في البيت كده يا جماعه، بيبقى الفلو ماشي هو بايب، بركب عليه محبس عشان اقلل الفلو او ازوده. فانا بقلل الفلو اريا او ارفع الفلو اريا، فاما اما اخنق الفلو يقل واما افتح الفلو يزيد. هو ده الهدف من المحابس، برضه يعتبر اوبن سيستم بس هو سبيشال شويه لان التطبيق دوت ما فيهوش لا ورك ولا هيت، هي كل ما هنالك الفلو والسرعه برضه ثابته لان الفلو اريا قبله وبعده ثابته. هو بيخنق في لحظه معينه ويرجع تاني يزود السرعه تاني او ترجع السرعه تاني لنفس الفلو اريا. ففي التطبيق ده بالذات هو سبيشال قوي، تبقى فاكر او عارف ان في الثروتلنج فالف دلتا اتش ايكوال كونستنت، ان اتش 2 ايكوال اتش 1. هو ده تطبيق الفيرست لو عليه، يعني لا في لا هيت ولا ورك ولا كاينتيك ولا بوتنشال، كل ما هنالك ان الاتش على المحبس بتبقى ثابته اتش 2 ايكوال اتش 1. فلو جالك ثروتلنج فالف تبقى عارف ان التطبيق بتاع الفيرست لو عليه او القانون الفيرست لو عليه هو ليه قانون خاص بيه ان اتش 2 تساوي اتش 1 بس. هو ده القانون بتاع المحبس بتاع الثروتلنج فالفز عموما. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. برضو من تطبيقات الاوبن سيستم الميكسنج شامبرز، يعني مثلا زي الخلاط بتاع الماء اللي عندنا في البيت اللي بيخلط الماء السخنه مع الماء البارده، فبيخش ماس ان وماس اوت، الاثنين يتخلطوا مع بعض ويخرجوا الاثنين مع بعض. جميل. عمليه الخلط دي تعتبر اوبن سيستم لان في ماس ان وماس اوت وكميه الماء اللي داخله بتساوي كميه الماء اللي خرجت، فهو ستدي في اوبن سيستم. تطبيق الاوبن سيستم عليه القانون بتاع الاوبن سيستم برضه ليه سبيشال كيس شويه، ان ام في اتش اللي داخله بتساوي ام في اتش اللي خرجت، فبقت ام 1 اتش 1 زائد ام 2 اتش 2 لازم تساوي ام 3 اتش 3. ده بيسموه الانرجي بالانس على الميكسنج شامبر، ان ام في اتش اللي دخلت لازم تكون ام في اتش اللي خرجت، وده يعتبر برضو سبيشال كيس من القانون بتاعنا اللي هو الفيرست رول اوبن سيستم. يبقى في عمليات الخلط في الميكسنج ام دوت في اتش اللي داخل بتساوي ام دوت في اتش اللي خارج، سواء اللي داخل ده بقى كتير واللي خارج كتير، يعني ممكن يكون في مدخلين ومخرجين او ثلاث مداخل وثلاث مخارج، يبقى برضو ام 1 اتش 1 زائد ام 2 اتش 2 زائد ام 3 اتش لازم تساوي ام 4 اتش 4 بلس. معايا يا جماعه؟ سمشن ام في اتش اللي دخلت كلها لازم تساوي سمشن ام في اتش اللي خرجت كلها. ده بالنسبه للميكسنج شامبر. اخر تطبيق عندنا في الاوبن سيستم هو الهيت تشينجر، المبادل الحراري. عارفين الداتير بتاع العربية؟ حد عارفه؟ ها؟ الراديتير بتاع العربية ده حد شافه قبل كده ولا لا؟ عارفين يا دكتور. طيب الراديتير ده ايه وظيفته؟ المفروض بيعمل ايه؟ هو بيبرد المية بتاعت الماتور عن طريق المروحة، عن طريق الهواء. صح ولا ايه؟ بتبقى مواسير كده بيمشي فيها المايه السخنه اللي جايه من الماتور عشان بتبرده، وبحط عليه مروحه عشان يبرد المايه ويرجعها تاني برده للماتور، تبقى كلوز سايكل كده. فالهيت اكسشنجر ده عباره عن ايه؟ تو فلويد، فلويد سخن وفلويد بارد، وبيحصل هيت اكسشنج بينهم، تبادل للحراره بينهم، عشان كده بيسموه هيت اكسشنجر او مبادل حراري. زي ما انت شايف كده بيبقى فيه فلويد كولد وفلويد هوت،
يعني لو انت شايف دي واحد درجه حرارته 15 وثلاثه درجه حرارته 30، ما بيدخلوش مع بعض، ثلاثه ده ماشي جوه مواسير وده ماشي في الشيل الكبير اللي بره ده. فالسخن ده يدي حراره للبارد، فالبارد يسخن شويه، ال 15 بقت 25، والسخن ده هيبرد شويه لانه ادى الحراره بتاعته للبارد ده فبرد ل 35. فدي عمليه تبادل الطاقه الحراريه بين تو فلويد، هوت فلويد وكولد فلويد. ده يعتبر اوبن ولا كلوز سيستم ده يا جماعه؟ ده اوبن، ده اوبن سيستم. بس هنا في ايه بقى؟ في تو مش ستريمز. ستيدي. لا هو ستيدي برضه. ليه؟ لان الستريم هو ده اللي دخل بيساوي اللي خرج، والكولد برضه اللي دخل بيساوي اللي خرج. اذا المجموع اللي دخل بيساوي مجموع اللي خرج ولا لا؟ يبقى ستيدي. تمام، يبقى ستيدي فلو. ساعتها برضه بنطبق عليه زي الميكسنج شامبر بالظبط، ان ام في اتش اللي دخل بتساوي ام في اتش اللي خرج. وهنا دخل كام وكام؟ واحد وثلاثه صح؟ وخرج اثنين واربعه. فلما تيجي تطبق عليه الانرجي بالانس هتبقى M1H1 بلس M3H3، دول اللي دخلوا. خرج M2H2 بلس M4H4 وده اللي خرج. صعب الكلام؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى احنا عندنا يا جماعه تطبيقات الاوبن سيستم، عندنا سبع تطبيقات. التطبيقين الاولانيين اللي هي النوزل والديفيوزر اللي هم عكس بعض اهم. التطبيقين التانيين التربر والكمبريسور، يبقى اربعه. والفالف ثروتلنج فالف، المحابس، غرف الخلط الميكسنج شامبرز، والهيت اكشنجر الغاز الحراريه. انت بالنسبه لك المساله على الاوبن سيستم هيجي لك واحد من السبعه. نطبق بقى ازاي الكلام ده في المسائل؟ تعال نشوف. اقرا معايا المساله دي كده بتقول ايه؟ هيليوم. هو الهيليوم ده يا جماعه غاز ولا تشينج ماتر؟ يعني لما نجيب الخصائص بتاعه نستخدم الجدول ولا نستخدم الايكويشن؟ استخدم الجدول. لا استنى بس، احنا بالنسبه لنا الجداول مادتين بس ما لهمش تالت، اللي هم الميه والفريون. انا اديتك جداول الهيليوم؟ لا. يبقى اي ماده غير الميه والفريون هنعتبرها غاز وهنستخدم فيها الايكويشن. اتفقنا؟ ماشي يا شباب؟ اقول تاني اهو، اي ماده غير الميه والفريون اللي خدنا الجداول بتاعتهم، اي ماده ثانيه هنعتبرها غاز ونتعامل معاها بالايكويشن. فبقول لي هيليوم از كومبريزد. كومبريزد ده بقى يبقى انهي تطبيق من السبعه بتوعنا؟ ايه اللي بيعمل كومبريشن؟ ها؟ التطبيق الثالث. الكمبريسور صح كده؟ يبقى نروح راسم كومبريسور شكل بسيط كده. ليه؟ اقول ده كومبريسور بيخش له ستيت 1 يدي له ورك ان عشان يطلع لي ستيت 2. يبقى هيليوم از كومبريزد فروم ستيت 1 اهو، بي 1 120 كيلو باسكال، تي 1 310 كيلفن. يبقى اداني بي 1 وتي 1. ضغطته لكام بقى؟ ل 700 كيلو باسكال و 430 كيلفن. يبقى بي 2 ب 700 وتي 2 ب 430. بيقول لي بقى هيت لوس اوف 20 كيلو جول بير كيلو جرام اكورس ديورنج ذا كومبريشن بروسيس. حصل لوسز نتيجه ان درجه الحراره زادت طبعا في جسم الكمبريسور زاد، فحصل لوسز منين؟ من جسم الكمبريسور ده. كان مقدارها كام الهيت لوس دي؟ 20 كيلو جول لكل كيلو جرام سبيسيفيك، يعني بريوت ماس مش مديني كتله. ماشي. ديتيرمين ذا باور انبوت ريكواير فور ماس فلو ريت 90 كيلو جرام بير مينت. اداني الام دوت اهو 90 كيلو جرام بير مينت. انا ما بشتغلش بير مينت، احنا بنشتغل ايه؟ بير سكند صح؟ فنقسم الام دوت دي على 60 عشان تبقى كيلو جرام بير سكند. اوعى تنسى دي، احنا كل شغلنا بير سكند. فالماس فلو ريت لو انا مديها لك بير مينت ولا بير اور لازم تحولها بير سكند الاول. ماشي يا شباب؟ هو عايز الباور او بتاع عايز الورك اللي خرج، الورك الان ده اللي بتاع الكمبريسور ده. هتقول ان الاوبن سيستم الكمبريسور دوت
تطبيق الاوبن سيستم، كاتب الاوبن سيستم بقى اللو بتاعك، القانون بتاع الاوبن سيستم ان كيو دوت بلس الورك دوت تساوي الام دوت في دلتا اتش بلس كاينيتك بلس بوتنشال، وتعمل زي ما كنا بنعمل في الفيرست في الكلوز سيستم بالظبط. تسال نفسك هو اداني سرعه المساله دي؟ ها ده سرعه؟ لا. طب طالما ده ما ادناش يبقى هنعمل الكاينيتك نفس الكلام للبوتنشال. اسف يا شباب، نفس الكلام للبوتنشال، البوتنشال انرجي ما ادانيش لا ارتفاع ولا طلبه مني، فاعمل البوتنشال. يبقى القانون ان الورك هتساوي كيو ناقص ام في اتش 2 ناقص اتش 1، اودي الورك بالبوزيتيف اليماري واودي دي بالنيجاتيف اليماري. السؤال بقى الكيو دي مديهاني هو؟ خليكم معايا كده يا شباب، الكيو دي مديها لنا؟ ها؟ لا لا يا راجل، ما مديها لك ايه؟ مديها لنا بس مديها لنا سبيسيفيك بريونت ماس، فلازم اضربها فين؟ الماس صح كده؟ فهضرب بقى هقول ان الام دوت في الكيولوس كده دي هي كيو من واحد اتنين ام دوت في الكيولوس. طيب ام دوت اهي، طب اتش 2 ناقص اتش 1 هجيبهم منين؟ اسال نفسي هي دي ميه ولا فريون ولا غاز؟ ده غاز، يبقى الاتش سي بي في تي صح كده؟ زي ما اتعلمنا هتبقى سي بي تي 2 ناقص تي 1، هشيل اتش 2 واحط سي بي تي 2 واشيل اتش 1 واحط بدلها سي بي تي 1 واخد السي بي مشترك تبقى سي بي في تي 2 ناقص تي 1. صعب الكلام ده يا جماعه؟ في حد مش فاهمه لحد دلوقتي؟ تمام تمام. الام دوت جيفن مديها اهو، والكيو لوس دي جيفن ب 20، بس لما اجي اعوض بيها بقى هي لوس داخله ولا خارجه من السيستم؟ ها حد يرد عليا اللي انا حطيت الاشاره دي سالب كده داخل عشان دي خارجه من السيستم، كيو لوس خارجه عشان هي لوس. اتفقنا. اوعى اوعى تنسى الكيو لو اوت تبقى نيجاتيف، لو ان تبقى بوزيتيف، ورك العكس صح ولا لا؟ تمام. يبقى سالب 90 على 60 في 20 ده الكيو لوس ناقص الام دوت اللي هي 90 على 60 السبيسيفيك هيت بتاعت الهيليوم، رحت انا جدول A2 للهيليوم جبت السي بي بتاعته زي ما اتفقنا، السي بي والسي بي بتيجي من جدول A2، فروحت الA2 للهيليوم نزلت لغايه ما جبت الهيليوم جبت السي بي بتاعته وحطيته، و2 مديها لي هو 430 و تي 1 310، قدرت احسب الورك. صعب الكلام؟ في حد مش فاهم احنا عملنا ايه يا جماعه؟ تمام. طب تعالى نقرا المساله الثانيه دي. بيقول لي ارجون، ارجون ده هتعامل معاه على اساس ان هو غاز ولا ايه؟ ارجون غاز غاز لانه احنا اتفقنا اي حاجه غير الميه والفريون تبقى غاز. ارجون غاز اهو. انترز ان ادياباتيك تيربين، بيقول لي تيربين، التربين يعني ايه؟ احد تطبيقات الاوبن سيستم اهي. التربين بيخش لها الفلويد عند ستيت 1 تطلع ورك اوت ويخرج منها عند ستيت 2. حلو. وبيقول لي ادياباتيك، يعني ايه ادياباتيك دي يا جماعه؟ يعني كيو بزيرو ما فيش ترانسفير. يعني ما فيش كيو، يعني في القانون كيو هتبقى بزيرو لان ده ادياباتيك. جميل. عند المدخل كان البريشر بي 1 900 كيلو باسكال و450 درجه سليزيوس، يبقى داني بي 1 وتي 1. حلو. وذا فيلوستي سرعه 80 متر على الثانيه، واداني الفيلوستي كمان تي 1، هنا اداني الفيلوستي. اند ليف ذا ات، هو خارج عند ستيت 2 كان 150 كيلو باسكال وفيلوستي 150 متر على الثانيه، يبقى اداني بي 2 واداني سي 2.
The inlet area of the turbine is الاريا عند المدخل A1 كانت 60 سنتيمتر مربع. انا بشتغل بالمتر مش بالسنتيمتر، يبقى اقول 60 في 10 اس سالب 4 متر سكوير، صح كده؟ طيب بقول لي if the power output of the turbine، الباور بقى الورك دوت اللي خارج ده 250 كيلو وات، ورك اوت 250 كيلو وات. Determine the exit temperature of the output، عايز درجة الحرارة عند المخرج، عايز الـ exit temperature، اوكي؟ تي 2 بكام؟ هنطبق دي التربينة احد تطبيقات الاوبن سيستم زي ما اتعلمنا، فهحط القانون قدامي وابدأ بقى صف القانون يعني. Q ناقص الورك M تلت H نص M C سكوير على ألف زائد البوتنشال. هنا احنا اهملنا Q ليه يا جماعة؟ شلنا Q ليه؟ عشان adiabatic process. تمام، شلنا البوتنشال انرجي ليه؟ شلنا البوتنشال ليه؟ مفيش ما ادانيش ارتفاع ولا طلب، صح؟ طب ليه ما شلناش الكاينتيك؟ لان في سرعه داخله وفي سرعه خارجه. اداني السرعه جيفن فما اقدرش اهملها، فصف القانون بقى الورك بتساوي الاشاره السالب دي هتروح هناك هتقلب ده، هتبقى ام في اتش 1 ناقص اتش 2 بلس نص ام سي 1 سكوير ناقص سي 2 سكوير. طبعا خليتها 1 ناقص 2 عشان وديت الاشاره السالب اليمه الثانيه. طيب السؤال بقى الورك دوت ده جيفن ولا لا؟ جيفن، مدوني 250 كيلو وات اهو. طب الام دوت مديهاني هو؟ مش مدهنا. طب نعرف نحسبها؟ ما انا استخدمت الورك دوت لازم احط هنا ام دوت، ما ينفعش اشيلها لان انا مستخدم الورك دوت بالكيلو وات مش كيلو جول بير سكند، بالكيلو جرام اسف. لو كان ده سبيسيفيك كنت اقدر اشيل الماس من هنا، لكن انا ده مدولي توتال كيلو وات فلازم احط الام دوت، فلازم احسبها. نحسبها منين؟ القانون بتاع الام دوت بيساوي ايه فاكرين؟ اللي خدناه في اول المحاضره اللي هو اللي فيه افريج مضروبه في الرو في افريج في الاريا، صح كده؟ وانا بدل الرو بشتغل بالسبيسيفيك فوليوم، صح؟ مظبوط. يبقى يعني مش هحط رو واسمع الحجم النوعي، هتبقى الام دوت سي 1 اللي هي السرعه في الاريا 1 على الحجم النوعي، صح ولا لا؟ هتبقى سي 1 في الاريا 1 بس على الحجم النووي. سي 1 هو مدالي جيفن والاريا 1 مدالي جيفن، عرفت بقى هو اداك هنا الاريا ليه؟ عشان تجيب هنا الام دوت. فانت لازم تسال نفسك سؤال، هو مديني الاريا ليه؟ اكيد ليها استخدام، فانا هستخدمها عشان اجيب منها الام دوت سرعه في الاريا. طب الحجم النووي اجيبه منين؟ من الايكويشن، عشان ده غاز بي 1 في 1 بتساوي ار تي 1. مديني بي 1 هو جيفن اللي هي 900 كيلو باسكال، وتي 1 450 سيليزياس لازم احولها لكلفن، والار بتاع الارجول اروح الجدول 2 جبت السي بي بتاعته وجبت الار كمان اعوض اجيب في 1 احطها في الام دوت جبت قيمه الام دوت. في حد مش فاهم جايبين الام دوت منين يا جماعه؟ شباب بصوا لها كده، في حد مش فاهمها؟ السكوت ده معناه انه كله فاهم يعني. جبنا الام دوت، نرجع بقى للقانون بتاعنا تاني، الورك دوت اللي هو 250، الام دوت جبناها خلاص، الدلتا اتش اللي هي 1 و 2 هتبقى سي بي تي 1 ناقص تي 2 بلس نص ام دوت سي 1 سي 1 سكوير ماينس سي 2 سكوير على الف. ايه القانون بقى في المعادله بتاعت الفيرست لو بعد ما عوضنا فيها دي كده؟ هيبقى ايه القانون؟ تي 2 هيبقى تي 2 بس اجيب. صعب الكلام؟ في حد مش فاهم يا جماعه عملنا ايه؟ تمام، نحل مساله تاني برضو على تطبيق جديد. احنا حلينا دلوقتي على الكمبريتور وعلى التيربين، تعال نحل على
ده ديفيوزر اهو. بيقول لي اير اير ها اير يعني غاز ات 80 كيلو باسكال و27 درجه سيلسيوس و220 متر على الثانيه. يبقى بي 1 ب 80 كيلو باسكال، تي 1 27 ديجري سي، سي 1 220 متر بير ثانيه. اداني بي 1 وتي 1 وسي 1. اتا ريت اوف واداني الريت بتاعه 2.5 كيلو جرام بير سكند، يعني اداني الام دوت كمان 2.5 كيلو جرام بير سكند كان في الديفيوزر. وهو خارج بقى اند ليف ذا ات، وهو خارج كان درجه حرارته 42 درجه، والاكزيت اريا اوف ذا ديفيوزر 400 سنتيمتر مربع برضه، يبقى اداني 2 والاريا هضربها في 10 سالب 4 يبقى متر مربع. The air is estimated to lose heat at فقط حراره في كيو لوس اهي at a rate of 18 كيلو جرام بير سكند اللي هي كيلو جول بير سكند. فاداني كيلو وات لوس كمان 18 كيلو وات، طبعا حطيتها دوت لانها كيلو جول بير سكند اللي هي كيلو وات يعني، فلازم تبقى دوت ريت. During this process determine عايز ايه بقى؟ عايز الاكزيت فيلوسيتي والاكزيت بريشر اوف ذا اير. عايز السرعه عند المخرج سي 2 وعايز بي 2 كمان. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ اول خطوه نعملها هي ايه؟ دايما في مسائل اوبن سيستم بنعمل ايه؟ او كلوز ها؟ بنحط الفيرست لو قدامنا، نحط القانون ونشوف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. طيب اسال نفسي بقى، هو في كيو في لص ولا مفيش؟ اه في كيو ما شيلهاش. طب الورك، هو النوزل ده فيه ورك؟ لا، النوزل والديفيوزر ما فيهمش ورك، يبقى الورك بزيرو، ان ده لا بيطلع شغل ولا بيعمل شغل عشان يشتغل، فالورك دايما في النوزل والديفيوزر بزيرو. ولو ما كانش فيه هيت لص كنت هخلي دي كمان بزيرو برضه، بس هو هنا المره دي فيه هيت لص، لكن لو ما كانش الدهاني كنت هعتبرها بصفر. طيب ام دوت في اتش 2 ماينس اتش 1 بلس نص ام في سرعه خدتها لكن شلت البوتنشال عشان ما ادانيش الاتش، ما ادانيش ارتفاع، ما ادانيش الزد. يبقى القانون بقى كيو دوت بتساوي ام دوت سي بي دلتا تي. ليه بقى خليت الدلتا اتش سي بي دلتا تي؟ ها؟ حد يقول لي؟ ليه خليت الدلتا اتش سي بي دلتا تي؟ عشان اجيب الاتش. عشان ده هواء والهواء الاتش بتاعته السي بي في تي، صح كده؟ صح ولا لا؟ مظبوط. طب لو كانت ميه او فريون كنت هخلي الاتش زي ما هي واروح اجيبهم من الجدول، لكن هو هنا عشان ده اير خليتها سي بي دلتا تي بلس ام دوت سي 2 سكوير سي 1 سكوير على 2000. حد يقول لي ايه المجهول في المعادله دي؟ السرعه الثانيه. السرعه الثانيه بس، لكن لان كيو دي جيفن، الام جيفن، صح؟ السي بي هروح اجيبها للهواء من جدول ايه كما اتفقنا، تي 2 جيفن، تي 1 جيفن، وسي 1 جيفن، والام دوت جيفن، بس ما هي المجهول سي 2. اجب جبنا سي 2 عوضنا، لقينا سي 2 بس هي اللي مجهوله جبناها. طيب هو بيديني الام دوت، هي الام دوت دي بتساوي ايه؟ مش بتساوي سي 2 في الاريا 2 على الفوليوم 2؟ ما خلاص بقى، مش هنخليها رو بقى، هنخليها في حجم زي ما اتفقنا، صح ولا لا؟ تمام. طيب انا ليه بقى خليتها سي 2 اي 2 على في 2، خليتها سي 1 اي 1 على في 1؟ لان هو مديني اريا 2 مش مديني اريا 1، فانا هجيب الماس من ناحيه الاريا 2. لو مديني اريا 1 كنت هقول سي 1 في الاريا 1 على حجم النوعي 1، لكن هو هنا مديني الاريا 2، فاقول ان الام دوت بتساوي سي 2 اريا 2 على في 2. ايه الانون بقى في المعادله دي؟ الام دوت جيفن وسي 2 جيفن والاريا 2 جيفن، ايه الانون بس في 2؟ جبت الحجم النوعي عند ستيت 2 ليه بقى؟ عشان اقول ان بي 2 بي 2 بتساوي ار تي 2 الايز ايكويشن، اجيب منها بي 2 اللي هو عايزه. الار هجيبه من الجدول الهواء و T2 عندي والفوليوم V2 جبته، قدرت اجيب البريشر عند ستيت 2.
صعب الكلام؟ لا تمام. تمام، ده بالنسبة للمسألة دي. في حد عنده سؤال فيها يا جماعة؟ دكتور، هو الاوبن سيستم هيجي معانا في الميد تيرم؟ ان شاء الله. انتوا عرفتوا المعلومات الجديده بتاعت الميد تيرم ولا لسه؟ هو احنا عارفين ان هو هيكون بعد العيد وهيكون اونلاين، بقى على حسب كل دكتور هيعمله ام سي كيو ولا يعمله امتحان ورقي اونلاين. طيب بصوا بقى يا جماعه، احنا ان شاء الله الامتحان بتاعنا هيبقى المحاضره اللي بعد العيد على طول باذن الله. خلاص، يعني يوم الاثنين اللي بعد العيد على طول. وانا هبقى يعني هعمل لكم على ال ام اس اعلان الكلام ده، وهيبقى مش هيبقى ام سي كيو. ولا انتوا عايزين ام سي كيو ولا مسائل عاديه؟ براحتكم اللي انتوا عايزينه. ايه رايكم؟ ام سي كيو مسألة عادية أحسن يا دكتور عشان خطوات. ايه؟ مسألة عادية أحسن، تبقى خطوات، تبقى درجات زيادة أحسن من الام سي كيو على الفاينل أنسر على طول. لا، ما هو الام سي كيو مش هيبقى صعب زي ما انت متخيل، مش هيبقى مسائل بقى. ما الام سي كيو ده هيبقى اسئله بقى نظري في المواضيع. ام سي كيو احنا مش هيبقى معتمد على كده. طب هقول لكم حاجه، انا هنعمله ام سي كيو ان شاء الله. هنعمله ام سي كيو في ميعاد المحاضره ان شاء الله. تمام. خلاص؟ يبقى يوم اللي بعد ايه مباشره هيبقى امتحان ام سي كيو في ميعاد المحاضره. مش في اسبوع العيد اللي هو اللي بعده، الاسبوع اللي بعد الجاي. يوم الاثنين اللي بعد العيد على طول، الاثنين الجاي. لا، العيد اجازته لحد، قالوا الامتحانات تبتدي من يوم الثلاث الجاي. لا، الجدول ده اتغير خلاص. بقى يوم الاحد، يوم الاثنين ده في شغل، في محاضرات. خلاص، هما بعد ما قالوا كل دكتور هيعمله في المحاضره حسب وقته براحته بقى، على الاسبوع اللي بعد العيد، الاسبوع اللي بعده براحته. قال كتب الامتحانات هتبتدي يوم 18 كده. 18 ما بقاش في امتحانات اسبوع على بعض يا باشمهندس، اسمعني بس. هم قالوا ان الدكتور هيمتحن الناس في المحاضره براحته، الاسبوع اللي بعد العيد اوكي، الاسبوع اللي بعده اوكي. تمام، اهم حاجه بعد العيد يعني. بعد العيد عايزينها انتوا بقى، يعني لو احنا مش هنمتحن الاثنين اللي بعد على طول، هناخد محاضره عادي. طب هو ممكن يا دكتور ما يبقاش الاثنين اللي بعد العيد على طول؟ ممكن، لو انتوا عايزين ده. ايوه يا دكتور، عايزين كده يا دكتور. عايزين مش بعد العيد على طول، عشان يعني كده نقعد نذاكر في الاجازه بقى. طب ايه المشكله يا عم نذاكر في الاجازه؟ هو انت هتخرج؟ مفيش خروجات، خلاص كورونا قافله الدنيا. لا هتروح يمين ولا هنروح شمال؟ هنفضل قاعدين في البيت. عايز ولا انت ناوي تخرج يعني؟ لا، ما تبقاش بعد العيد برضه يا دكتور كده. خلاص اوكي، لو الناس كلها متفقه. لو امتحنا الاسبوع اللي مش في اسبوع اللي هو يوم الاثنين اللي بعده كده، بقى الان ستيدي فلو ناخده الاسبوع الجاي هيخش معانا؟ لا، هيبقى برضه الميد تيرم كده، سواء كان الاسبوع اللي بعد العيد على طول او اللي بعده لغايه المحاضره بتاعت النهارده. ماشي تمام. بس ده معناه ان احنا الاثنين اللي بعد العيد هناخد محاضره ان شاء الله، عشان ما نضيعهاش. هيبقى في محاضره باذن الله الاثنين اللي بعد العيد، والاثنين اللي بعده هيبقى لو انتوا عايزين يا جماعه نعمله الام سي دوت اي يوم بالليل بعيد عن المحاضره خالص، يبقى كويس. هو اصلا يبقى نص ساعه ولا 40 دقيقه. ممكن نتفق على ميعاد غير ميعاد المحاضره لو انتوا عايزين. ايه رايكم؟ ماشي، حلو يا دكتور. احنا ممكن نلغي محاضرة الاثنين كأنها هي الامتحان، ونمتحن في أي يوم تاني بالليل. نلغيها؟ لا، ما أنا عايز أوفر المحاضرة، عايز أدي المحاضرة يا عم. أصلاً؟ لا، خلينا في ميعاد المحاضرة. نخليها في ميعاد المحاضرة أحسن. خلينا في ميعاد المحاضرة عشان ما يحصلش ديستربنس دي. خلاص، إن شاء الله الامتحان هيبقى المحاضرة مش الاسبوع اللي مش الاثنين الجاي اللي بعده، بس الاثنين الجاي ان شاء الله ربنا يراك محاضره. خلاص كده؟ تمام، شكرا. محاضره اونلاين برضه.
طب دكتور، هو اللي دخل في الامتحان من اول المنهج خالص ولا طبعا من اول المنهج لغايه المحاضره دي من ليكتشر 3 يعني صح؟ ايه من ليكتشر 3 كده مثلا؟ اه تمام، اتفقنا اتفقنا. لا بص، الام سي كيو هندسه، اسمعني بس يا مهندس، من اول المنهج، من اول ليكتشر 1، لان هيبقى نظري يعني البريشر والتمبريشر اللي احنا في الاول والكلام ده كله عليك. ايوه عشان كده بسال. فانت ايوه من اول كلمه، لان هيبقى نظري يعني ممكن اسالك في البريشر بتاع زمان ده، الاتموسفيريك بريشر والجيج بريشر والحاجات اللي هي في الاول خالص دي. ايوه انت ام سي كيو ده بيبقى امتحان سهل، بيبقى الكلام كله في الحاجات دي الصغيره دي. خلاص تمام، خلاص ذاكروها كويس، نفهم القصه بقى، نبدا نقرا بقى المحاضرات كلها ونسمع الفيديوهات كلها كده ونفهم القصه ازاي. هتلاقي الامتحان سهل مش صعب على فكره، للي فاهم الموضوع، الموضوع بالنسبه له هيبقى سهل جدا ان شاء الله. خلاص، واحنا كده كده بقى هنتقابل ان شاء الله الاثنين اللي بعد العيد، نبقى نتكلم اكتر عن الامتحان، اكون جهزته واقول لكم بقى هيبقى حلو ايه ان شاء الله. اوكي تمام. طيب عايز احل معاكم مساله تاني؟ طيب لسه في مساله كده انا مجهزهم، ولا مساله هي عايزين نحلها؟ اقرا المساله دي وقول لي الفرق بينها وبين اللي فاتت. ستيم مفيهاش اي المرة فرق، بس المرة دي في كيو، والمرة دي ستيم، خد بالك. ستيم يعني ايه؟ جاز بقى صح؟ يا دي ستيم، يا بخار مية، يا جداول. تمام، اوعوا تتلخبطوا في القصة دي. ستيم يعني بخار مية، يعني جدول بقى، يعني نشتغل على الجداول. لو انت استخدمت الاكويشن وهو ستيم كله غلط. نركز في الحتة دي، المادة بتاعتي ايه؟ مية او فريون، هستخدم الجدول. اي حاجة تانية هستخدم الايكويشن. انا قلت لك ستيم، ستيم ده يعني ايه؟ يعني بخار مية، يعني مية، يبقى هستخدم الجداول. اوكي تمام. اوكي طيب، ستيم اد 5 ميجا باسكال اند 400 دي سي، يبقى بي 1 5 ميجا باسكال وتي 1 400 درجة. انتر انوزل، التطبيق بتاعنا نوزل المرة دي، اروح راسم بس شكل خفيف كده للنوزل عشان ابقى عارف انا بعمل ايه. ستيدي ويذر في الوسط، وداني سي وانا هي 80 متر على الثانيه. اند ات ليفز ات 2 ميجا باسكال، وهو خارج بقى بي 2، بي 2 بقى 2 ميجا باسكال، وتي 2 ب 300 درجه سيلسيوس. ذا قلت اريا اوف ذا نوزل، واداني الاريا عند المدخل اي 1 50 سنتيمتر، لا لازم اضربها في سالب 4 متر سكوير على طول. And heat is being lost، وفي هيت لوس المره ماشي، هاخدها معايا في الاعتبار. كام يا سيدي؟ 120 كيلو جول بير سكند، يعني كيلو دوت اهي 120 كيلو جول بير سكند. ديتيرمين، عايز منك ايه بقى؟ عايز الماس فلو ريت عشان مديني الاريا، يبقى عايز الماس بكام؟ عايز الاكزيت فيلوستي سي 2 بكام؟ والاكزيت اريا والاي 1 بكام؟ والاي 2 بكام؟ يبقى عايز ام دوت، عايز سي 2، عايز اي 2. صعب الكلام؟ ادام بقى ستيم، اول حاجه اعملها اروح اجيب الخصائص عشان ابقى اعرف اشتغل براحتي. ستيت 1 انا اعرف عنها ايه؟ اعرف بي 1 وتي 1. هنروح اعرف نروح الجدول بقى ونجيب اي حاجه نفسنا فيها عن ستيت 1. نرجع تاني للجداول، فاكرينها ولا نسيتوها؟ اه شكلكم نسيتوها صح؟ لا لا فاكرينها. خد بالك، انا ممكن في الام سي كيو، ممكن في الام سي كيو اديك كونديشن كده واديك اختيارات، يعني مثلا اديك بي وتي واقول لك دي ميه، طب اليو 500 ولا 600 ولا 700، فاهمين؟ فانت تروح الجدول تجيبها وتقول لي انا الاختيار صح صح ولا لا. ما دي مسائل ام سي كيو بقى، فانت لازم تكون عارف الجدول كويس. ممكن اقول لك مثلا السبيسيفيك هيت بتاعت الهواء اعلى ولا بتاعت الارجون اعلى؟ طب انا اعرف منين السبيسيفيك هيت ديت للاربون اعلى ولا الهواء اعلى؟ اعرفها منين؟ هتعرف منين؟ قول لي. ها؟ الجداول بقى. ايوه اروح الجدول بتاع اي 2 واشوف السبيسيفيك هيت بتاعت الهواء بكام؟ والسبيسيفيك هيت بتاعت الارجون بكام؟ واقول لك اه ده، وهتعرف بقى دي اكبر ولا دي اكبر. تجاوب. فهو انت برضه بتمتحن ام سي كيو لازم الجدول يكون قدامك.
لان انا ممكن اديك سؤال تحتاج الجدول عشان تعرف الاجابه معايا. تمام. فانا هروح بقى بستيت 1 اللي هي بي 1 وتي 1 وانا شغلي بقى عادي بقى اجيب التي سات الاقي 63 عند البي 1 اللي هو 5 ميجا باسكال الاقي ان التي 1 اكبر من التي سات يعني سوبر هيت لما بقى بتاعت الجدول رايح جدول اي 6 اللي هو السوبر هيت تيبل عند 5 و400 درجه سليزيوس اجيب في 1 واجيب اتش 1. انا جبت في 1 واتش 1 لان ده اوبن سيستم محتاج بس الفي والاتش لو كان كلوز كنت هجيب اليو بس انا عشان ده اوبن جبت الفي والاتش. طب ستيت 2 اعرف عنها بي 2 تي 2 برضه هعمل نفس اللعبه ات مش عارف كام اخش اجيب اطلع سوبر هيت برضه واروح جدول 6 اجيب في 2 اتش 2. المفروض الخطوه دي انتوا كلكم اساتذه فيها يعني وابدا بقى اشوف هو عايز مني واحده واحده كده بقى الخصائص عندي عايز الام دوت مش الام دوت بتساوي ايه اهي سي 1 في الاريا 1 على الفي 1 صح كده. ليه خدت سي 1 ما خدت سي 2 اي 2 في 2 ها ليه قلت سي 2 اي 2 في 2 زي المساله اللي فاتت ليه قلت سي 1 اي 1 في 1 حاجه على 2 مديني الاريا ايوه مديني الاريا 1 والسي 1 يبقى هم دول انا اعرفهم وانا جبت في 1 من الجدول اعوض على طول سي 1 اريا 1 على في 1 جبت الامبو اطبق الفيرست لو بتاعي كيو ناقص الورك ام دلتا اتش كاينيتيك بوتنشال اشيل الورك لان النوزل والديفيوزر قلنا دايما ما فيهمش ورك وشلت البوتنشال عشان ما ادانيش ارتفاع هتبقى كيو بتساوي ام دلتا اتش بلس ام سي 2 سكوير ماينس سي 1 سكوير على 2000. حد يقدر يقول لي بقى ايه المجهول في المعادله دي؟ ها الكيو دي صح؟ مديها لي هو 120 كيلو وات والام دوت سعادتك حسبتها والاتشات عارفينهم ولا لا؟ رد عليا من الجدول اتشات جبناهم من الجدول وسي 1 جيفن بقى القانون بس هو ايه؟ السي 2 جبتها كده سوري جبت سي 2 فتقدر تجيب السي 2 هو عايز بعد كده الاريا 2 تعرف تجيبها؟ انا معلش ما كتبتش الاخر معادله دي مش عارف ما كتبتهاش ليه يعني من هنا هنجيب السي 2 اعرف اجيب الاريا 2؟ ها عشان عندي الام دوت جبتها عشان الام دوت دي اقدر اقول انها بتساوي سي 2 في الاريا 2 على حجم النوع 2 ولا لا؟ صح ولا لا؟ ايوه ايوه يا دكتور يعني يعني انا بدل ما اقول سي 1 اي 1 في 1 هقول سي 2 اي 2 في 2 سي 2 انا جبتها خلاص والفي 2 انا جايبها من الجدول والام دوت حسبتها اقدر اجيب الاي 2 في الحاله دي ده المطلوب الاخير اللي هو كان طلب. في حد مش فاهم يا جماعه اللي احنا بنقوله ده ولا ايه؟ انا ملاحظ اللي بيعمل انتر اكشن معايا هم اتنين تلاته بس والباقي كله مش موجود. والله براحتكم كله هيبان بقى في الامتحانات اللي جايه ان شاء الله. حد عنده اي استفسار يا جماعه واي سؤال؟ لا لا تمام يا دكتور. طبعا انا حليت معاكم مسائل وبرده في السكاشن المعيدين هيحلوا معاكم مسائل تاني عشان ناكد على الموضوع. دكتور حضرتك صححت درجات الامتحان اللي فات؟ ايه النتيجه ما ظهرتلكش ولا ايه؟ لا ما نزلتش. يا راجل ما انا قلت للمعيدين انزلها لكم يا عم. طبعا اكلمهم وخليها انزلها لكم. ده احنا مخلصينها من الاسبوع اللي فات. خلاص انا هخليهم يعني بس قالوا هم يعملوها لك يا ابني ازاي ما عملناهاش لغايه دلوقتي؟ انت اتاكدت انها ما جاتش ما نزلتش على ال ام اس؟ لا مش موجود. لا طب انا هتصل النهارده خليهم يعني لكم ان شاء الله. خلاص؟ حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ تمام يلا تشوفوا على خير. حضرتك تنزل النهارده يا دكتور مظبوط؟ دلوقتي انزلها لكم دلوقتي ان شاء الله. تمام. عايز بس اكد الاسبوع الجاي اليوم الاثنين قلت انا اهو يوم الاثنين جاي في محاضره اونلاين ان شاء الله والاثنين اللي بعده هيبقى امتحان الميد تيرم وهيبقى ام كيو
تمام كده؟ يا ريت تبلغوا كل زمايلكم بقى، الناس اللي هي مش معانا دي. تمام ماشي يا شباب، يلا نشوفكم على خير، وكل سنه طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. حضرتك طيب، يلا يلا، سلام عليكم. سلام عليكم.